تشوفي حضرتك تخلفي وتربي، وبعدين لما هي تتجوز وتخلف تاخدي عيالها تربهم لها برضو. على رأي المثل يا محمود، اتجوزها عشان تتاخر، جابتهولي هو وراخر. بقول لكم ايه بقى، بدل ما الجرسون ما جاش وما طلبناش اي حاجه، يلا بينا بقى نقوم ونروح على البيت، وهعمل لكم هناك سد الحنك ولا لقمه القاضي. يا ماما بيت ايه، ما تخرجي بقى تشمي هوا يا ماما، ما كفايه قعده البيت، ما زهقتيش من قعده البيت يا ماما؟ انا رايي يا ماما ان حضرتك يعني لما تخرجي وتتفسحي ممكن تقابلي واحد ابن حلال، تخلفي بقى خال ولا خاله الولي العهد اللي جاي ده. اقص عليك يا محمود، اقص عليك، ما تقولش كده، انا برضو اجيب راجل مطرح المرحوم عمك، وبعدين منين؟ ما خلاص يا حبيبي، النوع ده خلص خالص، المرحوم عمره ما زعلني، عمره ما قال لي بم، كنت لو عزت اي حاجه قبل ما اطلعها من بقي يكون منفذها لي. الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك. احلى حاجه فيك يا ماما ان انت عايشه على ذكرى. ايه يا جماعه، لا خارجين نتفسح ولا طالعين القرافه. انا من رايي يا طنط حضرتك بقى تقلعي الاسود وتلبسي الوان. اقلع؟ اقلع يا محمود؟ لا انا ما اقلعش ابدا يا حبيبي، لا لا لا، اقلع الاسود ازاي؟ وبعدين انا يا حبيبي مش لابسه الاسود بس عشان ذكرى المرحوم، لا، الاسود مهما كان قيمه كده ووقار. وقار يا طنط وحضرتك في المحكمه. سيب ماما براحتها يا محمود، ماما مبسوطه كده. مساء الخير، تحت امرك فندم. مساء النور. عندكم لقمة القاضي؟ لا يا طنط، لقمة القاضي ايه؟ لو سمحت في عندكم سد الحنك؟ لا والله يا فندم، الحاجات دي مش عندنا. شفتوا؟ ما عندهمش. يلا نروح بقى واعمل لكم كل حاجة في البيت. استني بس يا ماما. طب روح انت 5 دقايق وهنكلمك. تحت امرك فندم. بقول لكم يلا نقوم نروح البيت، يلا. يا رجلي يا عيني. بقول لك يلا يلا، عايز اروح احط رجلي في مية وملح. على فكرة يا طنط، اللي عند حضرتك ده من قلة المشي، لازم تتمشي كل يوم نص ساعة على الأقل. أيوة يا ماما، تخرجي تروحي النادي، تشوفي ناس، تقابلي ناس، تتكلمي مع ناس، تغيري جو، تجددي الدورة الدموية. وعلى فكرة بقى يا طنط، أكيد عم الله يرحمه ما كانش هيزعل أبدا لو حضرتك قلعتي الأسود وخرجتي وتفسحتي وقابلتي ناس، ولا إيه رأيك؟ لا 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 لا، ما يصحش. الله، ذوقك هايل يا طنط، فعلا يجنن، اكيد هيعجب سامي. تفتكري؟ اكيد طبعا، الالوان تحفه والموديلات تجنن، بس حضرتك جايباه مقاس اكبر من مقاسها ليه؟ سامي حامل، مش ممكن تلبس الحاجات دي ابدا. انت فاكره انا شاريه الحاجات دي؟ امال جايباهم لمين يا طنط؟ ليه يا انا حبيبتي، ساميه ليها جوزها يشتري لها، وانا يعني ماليش نفس البس ولا ايه؟ سوري يا طنط انا ما قصدتش، لا طبعا من حقك، بس حضرتك بقالك وانت ما بتلبسيش غير غوامق. زهقت قوي قوي من الغوامق، قلت اغير شويه اجرب الموضه. هو يعني عيب ولا ايه؟ مش عيب يا طنط، من حقك تلبسي اللي يعجبك، نقي براحتك، المحل كله تحت امرك. ميرسي يا حبيبتي، ممكن ادخل البروفه اقيس الحاجات اللي اخترتها؟ طبعا طبعا، اتفضلي. ميرسي. الو، ايوه، مين عايزها؟ اهلا يا ليلى يا صاحبه البوتيك، اهلا وسهلا. بقول لك ايه، وهيكون عندك هدوم جديده، احنا مش عاملين حسابك لمده 6 اشهر على الاقل. والنبي. لا حاضر، انا ديلها اذا كان كده. ماشي. ساميه، يا ساميه. ايوه محمود. ليلى صاحبتك اللي عندها بوتيك بس ما عندهاش هدوم جديده ولا حاجه. يلا نريح الشغل. طيب. الو، صباح الخير يا ليلى. صباح الفل يا سمسم، ازيك يا حبيبتي؟ انت كمان وحشاني قوي. على فكره مامتك عندي هنا في المحل. هتعمل ايه يعني؟ اكيد طبعا بتشتري هدوم. وايه الغريب في كده؟ ما ده شيء عادي. الغريب هي الالوان والموديلات اللي بتشتريها. موديلات والوان ايه؟ احمرات واصفرات وفوشيا وتركواز. والله ما بهزر، بنطلونات وتريننج. يا ستي امك، امورها ضايقه عن امك.
ليلى من فضلك امنعيها تشتري الحاجات دي. امنعها ازاي؟ امك زبونه وفلوسها جاهزه، تشتري اللي هي عايزاه. انا بس قلت ابلغك وانتي حره، انا بقى ماليش دعوه. اوكي باي باي حبيبتي. مدموزيل ليلى، ايوه انا خلاص هشتري كل المجموعه اللي اخترتها. الف مبروك يا طنط، بما فيهم ده كمان. طبعا انتي شايفه ايه؟ يجنن يا طنط، هاكل منك حته. ميرسي قوي يا حبيبتي. بس بقول يعني انتي طولتي قوي قوي على كلمه طنط دي، خليها يا مدام بس. يا عزيزه تحت امرك يا فندم. في الهدوم المدام عشان تاخدهم معايا. حاضر يا فندم. عزيزه من فضلك ما تنسيش الانسامبل الاسود اللي انا جيت بيه، اصل ما يبقاش حاطه لاي حد غلبان. اوكي يا فندم، باي باي. يلا مش راضي اكل الا لما تيجي اهو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مالك؟ امي لونت. نعم بقول لك امي لونت. هي انت امك كانت ابيض واسود ولا ايه؟ امي خلعت الغامق ولبست الوان. احسن احسن يا شيخه، الاسود ده كان مخليها كئيبه، الالوان برضو تحسسها انها بقت شم النسيم. شم نسيم وصيف ايه؟ امي راحت لليلى جارتنا البوتيك بتاعها واشترت هدوم ملونه احمر وفوشيا. انت مستغربه ليه؟ هي امك ما كانتش بتشتري هدوم قبل كده؟ امي اشترت تيشيرتات وبنطلونات جينز. يمكن مثلا عرفت ان عيد ميلادك عدى ونسيت تجيب لك هديه فجابتها. امي اشترت حاجات مش مقاسي. يمكن مثلا عيد ميلاد واحده صاحبتها ما جاش خالص فجابت لها هديه. امي لبست اللبس ده وطلبت منهم كيس عشان تحط فيه الطقم القديم عشان هتشحته. يعني مامتك هي اللي لبست الهدوم الملونه؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ يا نهار ابيض. لا 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 لا، الحكايه دي عارفه عايزه ايه؟ ايه؟ ناكل الاول براحتنا الاكل ده كله وبعدين نفكر براحتنا بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي قوي اللون. تسلم ايديك يا مسيو جرجس. ميرسي يا فندم. معقوله اللون الاسود مش باين خالص؟ غيرتني خالص والله. زي ما بقول لك كده يا ست ساميه، مامت حضرتك اتصلت من بره. ايوه قالت لي انها مش جايه على الغدا، قالت لي انها هتتغدى في النادي. يا ستي انا ذنبي ايه؟ قالت لي هتخلص الكوافير وتطلع على النادي. طب وبتتنرفزي عليا ليه يا ست؟ حضرتك بنتها وهي مامتك. راحت الكوافير وهتتغدى في النادي، وايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ لا مش معقول، مش ممكن. ساميه مالك يا ساميه؟ سلامتك. ايه في ايه؟ في ايه؟ قاعده بتكلمي نفسك بقالك شويه. لعلمك دي مرحله، المرحله اللي بعديها تقطيع هدوم واكل مخدات. هتتغدى في النادي. يا مين دي؟ ماما. على فكره ماما دي هايله. هايله في ايه بقى؟ ايوه طبعا، واحده قاعده فاضيه ليل نهار عماله بتتفرج على الفيديو كليب في التلفزيون، فتلاقيها تخيلت نفسها مثلا اليسا، عاصم الحلاني، حد من دول يعني. يلا صباح الخير. استنى هنا، انت رايح فين؟ رايح انام لي ساعتين، عندي مكتب بعد الظهر. تنام فين؟ بقول لك ماما راحت النادي وبتقول لي داخل تنام. لو مامتك هي اللي راحت النادي كنت برضو هتخش تنام؟ نادي ايه اللي ماما تروح؟ وماما الله يرحمها دلوقتي في نادي الوفيات. صباح الخير. استنى يا محمود، هتخش تلبس هدومك وهننزل. هننزل نروح فين؟ نلحق ماما، ماما في خطر. يا سامي يا حبيبتي انت متوتره بس عشان الحمل اللي عندك ده. محمود هتلبس هدومك وهتنزل. مش نازل يا سامي. وانا بقول لك هتنزل يا محمود. مش نازل يا سامي. يا جرى ايه؟ انت هتمشي كلامك عليا ولا ايه؟ قلت لك مش نازل يعني مش نازل. ما تدوس بنزين عشان نلحق. نلحق ايه بس؟ انا مش فاهم المرمطه اللي انت مرمطاها لنا دي معاك. يا سلام، انت مش همك حاجه، انا امي خلاص نسيت ابويا. يا ست نسيت ابوك؟ ابوك الله يرحمه مات من فتره طويله وهي لسه بصحتها، يعني من حقها انها تلبس ومن حقها انها تروح عند الكوافير وتروح النادي. النادي اهو، اركن يا محمود اركن. حاضر. مين وعربيه مين؟ اهم ايه، اطلع وراهم يلا. ورا مين؟ ماما. ماما هتركب العربيه ومعاها واحد. طيب ما احنا عشان نطلع وراهم لازم يبقى معانا العربيه. طب ما تجيب العربيه بسرعه. طيب انا هجيب العربيه. يا يلا. باي باي، اشوفك بكره في النادي. قفل عليها قفل عليها. قفل عليها ايه بس؟ شغل العصابات ده. قفل على العربيه وقفل. معاش حد اهو. انا شايفاه بعيني، اكيد نزلته.
اهلا 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 اهلا. هاي هاي يا محمود، ازيك يا سمسمه؟ الفرصه الحلوه دي. دي مش الفرصه هي اللي حلوه، ده حضرتك اللي زي القمر ما شاء الله. بجد يا محمود؟ طبعا طبعا بجد، ده انا ما عرفتكيش، ساميه هي اللي شاورت لي عليكي. ايه الالوان اللي انت لابساها دي؟ انا مض. وشعرك عملت شعرك كده ليه؟ ماله شعره؟ موضة ابراهيم سعيد ما شاء الله. ماله شعري؟ دي تسريحه كانيش. وكنت بتتغدي في النادي وركب معاكي واحد. الله 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 الله، دي بالصدفه حلوه ولا حاجه بقى؟ ده انا متراقبه عن اذنكم. لا والله يا طنط مش المقصود. ما تقوليش يا طنط، قولي يا زيزو. زيزو؟ هي مش زيزو دي دلع عبد عزيز؟